لمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف دكتور احمد عبد العال، رئيس هيئه الارصاد الجويه. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. بحضرتك لسه قايله في المقدمه ان اللي بيحصل لنا ده ممكن نوصفه بان هو تطرف في الطقس. حضرتك موافق على هذه التسميه؟ لا 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 لا، احنا في فصل الشتاء وده شيء طبيعي اللي بيحدث في احنا شايفينه ان في حاله عدم استقرار الاسبوع الماضي في رياح وامطار، ولكن بدانا من اليوم على استقرار الاحوال الجويه. اهم ظاهره فيها هي وجود الشفوره المائيه الكثيفه على بعض الطرق معايا هذا الاسبوع، وده شيء طبيعي يحدث في فصل الشتاء في مصر. بس في بعض المؤتمرات العالميه اللي اتعملت وقالت ان هذه التغيرات الجويه مش بس موجوده في مصر، في العالم اجمع، ان في شهر كده بدا يتغير فيه. يعني مثلا بنحس بالصيف لغايه شهر ديسمبر، بنحس بالشتاء برضو لغايه فترات طويله. هل ده ممكن يكون له تاثير بالتغيرات المناخيه زي ما قالت هذه المؤتمرات؟ هي اكيد احنا اساسا هناك حصل تغيرات مناخيه اثرت على العالم كله بما فيها مصر. فبالتالي احنا بنشوف بعض الظواهر. يمكن اهم الدراسات قالت ان الظواهر الجويه هتبقى قليله ولكن هتبقى عنيفه ومدتها قصيره. بمعنى يعني النهارده بنشوف مثلا على القاهره لحد دلوقتي احنا يعني اكثر من نص الشتاء. القاهره ما كانش عليها غير يومين اتنين بس مطر، اللي هم كان يوم الخميس والجمعه، المده 48 ساعه ولكن كانت عنيفه. يبقى معنى كده فعلا زي ما قلنا على كل الدراسات الظاهره تبقى قليله، ولكن لما تيجي تبقى مدتها قصيره ولكن عنيفه جدا. وكل ده بسبب التغيرات المناخيه. لغايه امتى الموجه الثلجيه اللي احنا شايفينها دي بتروح وتيجي، هي بتبقى برد عنيف جدا، لغايه امتى هنحس بيها؟ شوف حضرتك، طول ما احنا في فصل الشتاء لازم هنحس ببرود الجو، شيء طبيعي احنا نحس ببرود الجو في الشتاء. وعلى فكره احنا مش زي ما حضراتكم بتقولوا موجه ثلجيه او الدنيا، لا مش يعني احنا لو قارنا درجات الحراره في العظمى بالذات هذا الشتاء والشتاء الماضي فرق كبير جدا. القاهره لحد النهارده ما نزلتش عن 15 درجه، بينما الشتاء الماضي وصلت درجات الحراره في 6 و7 درجات في العظمى. فمعنى كده ان فعلا لا احنا بنعيش في درجات حراره معقوله جدا بالنسبه للسنه الماضيه. غششنا بقى درجات الحراره في الفتره الجايه. طبعا هي في الفتره الجايه ان شاء الله خلال الاسبوع ده كله درجات الحراره هتصل للشماليه هتتراوح ما بين 15 ل 16، في الوجه الباحث القاهره هتتراوح ما بين 17 و15، جنوب سيناء شرم الشيخ الغردقه هتتراوح ما بين 20 و21، شمال الصعيد هتتراوح ما بين 18 و19، جنوب الصعيد هتتراوح ما بين 21 و22. يعني هنقدر نقول ان 21 مارس عيد الربيع هتتحسن الاحوال؟ هيكون الشتاء خلص؟ ان شاء الله طبعا هندخل في يعني نصبر بقى شويه ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد عبد العال، رئيس هيئه الارصاد الجويه، على هذه التوضيحات. وهنروح مع حضراتكم دلوقتي لفقره الكاريكاتير.